دير الزور قرية الصبحة، رغم وقوعها على ضفة نهر الفرات إلا أن أهاليها عطشة، معاناة كبيرة في تحصيل مياه الشرب بسبب ارتفاع أسعارها، حيث يصل سعر الخمسة براميل إلى 1000 ليرة سورية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود أيضا وأزمته في المنطقة. رجعنا عبيه من المنهل 100 ليرة ونوزع على الأهالي، قاعد نبيع على الخزان ب1000 1500 حسب بعد ومسافة البيت أو المكان اللي يطلبون المي عليه. الناس بشكل عام قاعد تعاني من شغلة المي وشغلة الكهرباء، الكهرباء يتوفر المي وتوفر شغلات كثيرة. استخدام مياه الفرات في الاحتياجات اليومية بات أحد خيارين لبعض الأهالي، رغم ما تتسبب به من أمراض وأوبئة، فالمياه ملوثة بفعل الصرف الصحي الذي يصب فيها، إضافة إلى مخلفات المصانع والورشات الصغيرة. الخيار الثاني هو شراء المياه المعالجة بأسعار مرتفعة، 200 ليرة سورية ل25 لترا. أنا واحد من الناس عم بشرب مباشرة، وذاك بدون تعبيه من الخزان تبع المغسلة عشان يحطه بالفلتر يشرب مي. أغلبية العالم مجبورة تشرب مي، تكلفة غالية، الفلترة غالية. أنا اليوم ما عندي قدرة أركب كهرباء أحط فلتر مي مشان أشرب مي صحية، أشيل بدونتي وروح أشتري مي فلترة، ويا فلترة يا من فلترة كمان ب200 ليرة، يعني يومين عندي بدون حقه 200 ليرة. البنية التحتية في القرية مهمشة بفعل العمليات العسكرية التي دارت بها من جهة، وإهمال الجانب الخدمي في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية من جهة أخرى، رغم نداءات الاستغاثة التي عاد صدى صوتها أدرج الرياح.